وكلي فين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. موضوعنا اليوم على هذه الخلطه كنت عملتها لكم لتبييض الجسم تقشير الوجه، راح نجربها امامكم ان شاء الله باه تشوفوا انها ما تخافوش ما تعملش حتى حاجه. المكونات اللي ما يعرفهاش هي حنه وخزامه وقرنفل مطحون، وكذلك تقدروا تحطوا رشه تقاص لكن للبشره حساسه لا. تخلطوها تدوها معاك من الحمام، ويا اما تخلطوها وقت اللي تروحوا الحمام ولا تضيفوا لها الصابون البلدي. نسيت نقول لكم اهلا بكم، انا ليندا وهذه قناه الوصفه الطبيعيه. ان كنتم اول مره تشوفوا فيا مرحبا بكم، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس ويلا بينا نجربوا الخلطه. شوفوا هنا راني حطيتها على يدي قبل ما نبدا التصوير. وما تخافوش، يعني كاين ناس خافت تقدروا ديروا لها مام على الوجه تاعكم هكا وراح تشوفوا ان شاء الله نتيجة مبهرة. تبقوا تفركوا هكا في هذه المادة تاع الحنة هكا حتى لين تنحوا هذاك الاوساخ كامل او الجلد الميت. تقدروا تخلوها غير شوية، وتقدروا ايضا كي تشيح ديروا لها الكياسة. انا هذه نديرها سبيسيال فقط للوصفات. المكونات تاع هذه الخلطه حنخليها شويه نحكي لكم على الخلطه. هي كوب تاع الحنه، تضيفوا له ملعقه تاع خزامه، ملعقه تاع قرنفل صغيره، وملعقه تاع شيح، شيح يبيض الخزامه تنشط الدوره الدمويه، والحنه تبيض جدا وتقشر وتعطيكم نعومه، ويعني ما تصوروش واش تخلي الجسم تاعكم حريري. تقدروا ما تستعملوها للمناطق الحساسه لاي منطقه، لهنا هذو الاماكن تاع الصباع هذم، كذلك الركب، وتخلوها غير 5 دقائق وبعدها تديروا النتواياج دو بو تاعكم. الان البنات جبت باش نغسل يديا هكا امامكم، شوفوا ما يبقاش لا لون لا والو. مام الايغو ها باش كي نصور يعني نضغط ولا نكوبي كي نجيب حاجه ها. تقدروا تضيفوا فيها كما قلت لكم الشيح، كل شيء. شوفوا اللون تاع يدي، هاوليكم ها الحنه كامل خرجت. والان نمسحها، هاي ليكم والله تعطي بياض اذا لاحظتوا هايل يهبل. شوفوا نجامي لتكون عندي هذا من الكحوليه هنا، مع انه معروف اي واحد يعني ابيض تخرج له هذه الكحوليه هنا، وكذلك الطراوه. الطراوه يعني واش نقول لكم،